شيكابالا علاقتك بيه عامله ايه؟ ولا علاقتي بيه كويسه يعني شيكابالا. كويسه ولا نص نص ولا مش لا لا قوي؟ لا كويسه. انا اول سنه رحت في الزمالك ما كانش موجود، بس جاي مظبوط. سنه ثانيه فاهم، جاي بس الناس كانت يعني بتقول لك يعني في ناس كتير تقول لي يعني كبروا الموضوع شيكابالا، وانت الحين انت يعني الحين نجم وراح مظبوط. ممكن يصير مشاكل. لا بالعكس يعني تقابلنا وكانت الامور طيبه مع بعض وما كانش ولا في اي مشكله يعني فاهم، علاقتنا طيبه بالعكس. كنت اي شيء يعني بصراحه يعني مثال اقول لك، كنت حسيت نفسي اني واحد من النادي من يعني. النادي. اول ما جيت من اول سنه لو تنقادوا اللعيبه الكبار نقعد معاهم بيستشيروني بياخذوا رايي يعني، كنت فاهم داخليني في المجموعه. مفهوم مفهوم. وبعد لما جيش كبار نفس الشيء يعني، حسيت نعم نفسي اني عندي كلمه وبتكلم ونعطي راي يعني، ما كانش تمام، ولا شيء. مفهوم تماما. بتشوف ازاي علاقة شيكابالا بالجمهورين، سواء جمهور الزمالك من ناحية او جمهور الاهلي من ناحية؟ صراحة شوف، هو بالنسبة لشيكابالا لجماهير نادي الزمالك يعني أسطورة، وأنا أصلا كنت قبل ما أروح للزمالك سامع عليه ونعرف شيكابالا، فأي حد يعرفه يعني لاعب مهاري ما شاء الله وساحر. بس ممكن هو عنده شوية زي حماس فاهم، يعني لما يسجل ولا الناس تحبه كثير فاهم، يعمل شوي مثلا ردود أفعال ولا فاهم شوية الحاجات اللي انت ما بتحبهاش. شوية استفزاز تمام عنده شوية. أنا أتكلم بصراحة فاهم، بصراحة. هو لعيب وكل حاجة، مثلا في مرات شوية استفزاز، بس في أنا بس ما نعرفش من الأول مين بدأ، تمام هل هو بدأ الاستفزاز ولا الجماهير الثانية. تمام بس رغم كل هذا إنه ما ينفعش اللي يصير معاه يعني كعنصرية ولا ككلام ولا شتايم ولا الأشياء كان في اللي، عنصرية عانى أكيد منها، في شفت بنفسك شفت بنفسي يعني. عنصرية؟ أيوة مرة في حد منزل يعني منزل كلب ومش عارف شو فاهم، ولا يجي يشتموه في الملعب، ولا هو يتصور الملعب كله بده يشتم فيه بأمه يعني، هذا كله عنصري في الآخر. أوكي ممكن تنتقد اللاعب، أعمل اللي ممكن تعمله عشان توتره، بس مش تشتمه مفهوم. وتقعد يعني مركز معاه ولا تعمل عنصرية معاه، هذه صراحة ما نقبلهاش مفهوم لا لي هو ولا أي لاعب ثاني. صح، شوف أنت فينيسيوس لما صار مع العنصرية الدنيا كلها قامت. كلها قامت على من أجله، نفس الشيء يعني فينيسيوس ولا شيكابالا نفس الشيء، لازم كل حد العنصر لازم ضد العنصرية. هذا هو هذا هو هذا كلام هو محترم جدا. مباراة القرن، رحل كارتيرون، مجلس إدارة الزمالك نفسه كلام إنه هيمشي، إزاي اجتمعتم وإزاي استعديتوا للمباراة؟ المرحلة كانت ذيك صعبة، كان عندنا مباراة قبل القرن وقت الرجاء، الإدارة يعني أعلنوا رسميا الإدارة رحلت، والمدرب جاء في وقت وراح يعني في وقت صعب صراحة. مش إزاي كارتيرون؟ جاء عرض مغري مش حسيتوا ان في اي حاجة مش مفهومة في القصة؟ لا لا، هو في الآخر يعني عرض مغري جاء ومش حب مفهوم. هو يعمل أي موضوع عشان يروح فهمت، ما عرض مغري في الآخر فكر في نفسه بس في الاخر يعني. انت هو كمدرب فكر انه فلوس، ما فكرش مفهوم. كبطوله ولا، زعلتك؟ اكيد زعلتكم؟ زعلتني انا عشان عندي علاقتي بيه طيبه جدا ونحبه كمدرب، من افضل المدربين اللي مرنت عندهم يعني، يعرف يتعامل مع اللعيبه تمام. فاهم. بس هذا اللي عملها في الاخر، هو كل واحد عنده عذره، لكن انا يعني كلاعب اكيد داخل على نصف نهائي مفهوم. والاداره تروح ومدرب يروح يعني صعبه. البعض قال بس ده الأهلي جاب له عرض عشان يمشي قبل ما لا لا تشينا لا مع لا لا بعض. لا ما مفيش. عندوش دعوة بالموضوع فاهم. بس بعدين نحن لمينا بعض اللعيبة قلنا وتكلمنا مع بعض، اللي صار صار، احنا عندنا هدف والحين وصلنا يعني تقريبا قبل النهائي، ما نسيبش كل شيء يعني في لحظة فاهم. خلاص لمينا مع بعض والحمد لله يعني وصلنا للنهائي، بس للأسف يعني ما كناش موفقين.